في 5 أنواع من الأنيميشن. الرسوم المتحركة، وده أقدم نوع من الأنيميشن، وهو إنك ترسم فريم باي فريم أو ترسم مجموعة صور كتير جدا عشان تخلق وهم الحركة اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة. والنوع ده معتمد تماما على رسم اليدوي. الـ2D أنيميشن ظهر مع بداية ظهور الكمبيوتر، وكان بيتم في البداية ببرنامج الفلاش، وتطور النوع ده لما ظهر برنامج الأفتر إفكتس وبرنامج تون بوم أنيميشن. الكمبيوتر انيميشن او 3D انيميشن وهو الجديد في المجال ده، وكل الافلام دلوقتي بقت بتتعمل كده، والمختلف تماما عن اول نوع لان كل الشغل فيه بيبقى عن طريق برامج 3D والكمبيوتر. الستوب موشن هو نوع صعب ومجهد جدا للي بيشتغله، لانه بيعتمد على تحريك شخصيات منحوته في الحقيقه، وبيتم تصويرها فريم باي فريم لخلق الحركه للمشهد. شبه النوع الاول شويه في التنفيذ، لكن المختلف انه بمواد وشخصيات مصنوعه في الواقع مش مرسومه على الورق. الموشن جرافيكس، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الموشن جرافيكس، وده مجال شغلي، هو نوع من انواع الانيميشن، لكن ما ينفعش ابدا نقارن بينه. الموشن جرافيكس ما فيش شركه او استوديو يقدر يستغنى عنه، لانه تقريبا بيدخل في كل انواع التسويق والدعايه والاعلان. وبيتقسم الموشن جرافيكس لاقسام، او نقدر نسميها تخصصات او مجالات الموشن جرافيكس. يعني هتلاقيه داخل مثلا في تترات الافلام والمسلسلات، وفي الاعلانات التلفزيونيه، وفي الانفوجرافيكس والرسوم المتحركه ثنائيه الابعاد، هويات القنوات الفضائيه، الويب ديزاين، الموبايل ابلكيشنز، وكمان تصميم الالعاب. وعشان تعمل موشن جرافيكس محترف وقوي، لازم يتم الدمج بين برامج وبلاجنز كتير. واشهر برنامج للموشن جرافيكس هو برنامج الافتر افكتس، اللي عن طريقه بيتم تحريك وانشاء النوع ده من الجرافيكس. وفي سنه 1950، ومع ظهور المخرج العبقري هيتشكوك على الساحه السينمائيه بقوه، ويكون من اوائل الناس اللي تدخل مجال الموشن جرافيكس للسينما عن طريق تترات افلامه. وفي سنه 1960، وظهور الاب الروحي للكمبيوتر جرافيكس في العالم او سي جي، وهو المبدع جون ويك، وهو اول شخص يفتح شركه ويسميها موشن جرافيكس المحدوده، وجمع فيها كل الفنانين اللي عندهم طموح وشغف في المجال ده. وفي سنه 93 ظهرت شركه اسمها COSCE، قدرت انها اخيرا تبرمج سوفت وير يشتغل على الكمبيوتر ويكون مسؤول عن الموشن جرافيكس، وهو سوفت وير اسمه افتر افكتس، وعملت منه فيرجن 1 وفيرجن 2. وتيجي شركه ادوبي وقعدتها في خطف الفرص وانتهزها، وتشتري البرنامج ده وجميع حقوقه من شركه COSCE، وعملت منه فيرجن 3، وقدرت تطور منه بشكل رهيب لحد ما وصلنا للافتر افكتس CC. ولو عايز تعرف اكتر عن مجال الموشن جرافيكس، شوف الفيديو ده بشرح فيه المجال ده بشكل متعمق اكتر. واللي بيبقى شغال في المجال ده بيبقى التايتل بتاعه اسمه موشن جرافيك ديزاينر. المسمى ده منتشر اكتر في عالمنا العربي، لكن في مسمى تاني وهو موشن جرافر، وده بيستخدم اكتر في دول اوروبا وفي امريكا. وبالمناسبه دي انا بشتغل الفتره دي على كورس للموشن جرافيكس، هينزل ان شاء الله في اول السنه الجديده، واسمه كورس الموشن جرافر.